حماية العراق من أي مطالبات خاصة بتعويضات حرب الكويت، فضلاً عن إلغاء القرارات المترتبة على الحرب. مطالبة عراقية محلية لصناع القرار قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لحل لجنة التعويضات المشكلة منذ عام 1991، والمقرر انعقاده في نيويورك خلال 22 من شهر شباط الجاري. الدعوات تأتي للأمم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن المعني بغلق ملف التعويضات بأن يخصص بنداً يحمي العراق من أي مطالبات مستقبلية عن حرب الكويت. في ضوء ذلك، ويثبت لازم يعني بتصريح وبموقف رسمي بحيث أن ترفع ما تبقى من عقوبات أو تضييقات أو أشكال مختلفة من القيود المفروضة على منظومتنا المالية والعديد من التعاملات. ما تبقى من قيود بحكم البند السابع المفصل السابع هاي المفروض تنتهي. لجنة التعويضات ومقرها جنيف أوضحت عقب اجتماع مغلق تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل، خطوات ستعزز موقف الاقتصاد العراقي وفرصه حول العالم. العراق كاقتصاد مفتوح لكل الاستثمارات بما فيها الكويت بما فيها دول الخليج، أي كل العالم مدعو للعراق. العراق بحاجة إلى إعادة البنية التحتية. وزارة الخارجية العراقية مطالبة بتنشيط حركتها أمام كل دول العالم دبلوماسيا. يعني بالحقيقة نحتاج إلى حركة دبلوماسية للانفتاح على العالم لتوضيح الموقف العراقي، طابع الاقتصاد العراقي، حاجة الاقتصاد العراقي، البنية الاقتصادية، المناخ الاستثماري. واستقطعت لجنة التعويضات نسبة 5% من عوائد مبيعات النفط العراقي خلال تسديد التعويضات، وسدد العراق أمواله عبر مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمهيدا لإخراج البلاد من الطائلة المرهقة للبند السابع وبشكل رسمي. من بغداد صبرين كاظم، العراقية الإخبارية.